ماشي بالضروره نكونوا اصدقاء، الاهم حاجه هو يكون واحد الاحترام متبادل ما بين لي زارتيست. وحنا تيجمعنا مدير اعمال واحد والخدمه بصراحه دايزه فواحد الجو زوين. عندها واحد الشاف اللي هو ايكو، وكاينه واحد المجموعه اللي كل واحد تيخدم وكنتعاونوا مع بعضياتنا. اخوك في الحرفه عدوك كاينه وما كايناش، غادي تصادف ناس اللي ما غيبغيوكش حيت كدير نفس المهنه، ولكن في لوكا ديالنا وفي المجموعه ديالنا زعما الجو زوين. وبالعكس راه جو بونس حضرتو للكواليس وشفتو داكشي نقي نقي طريفين. الكواليس لهلي حضر شي واحد الاموريست قبل ما يطلع، كل واحد وشنو كيجي، كاين اللي ما كيبغيش تهضر معاه، كاين اللي كيبدا يتمشى، كاين اللي كله شنو تيجي. كيكون واحد ستريس بزاف حيت ديما شتي مهما توصل، واخا بعد مرات تطلع شي خصهم شي يكون الناس عندهم واحد المرجع معاك تيقولوا هذا هو فلان ومستعدين يضحكوا، ولكن ديما شي يكون عندك واحد التخوف تتقول واش هذا الشيء غيصدق واش ما غيصدقش. عندك نقدر نقول لك ان الدرجه ديال الضحك شي مرات كتكون ناقصه، ولكن ما عمر بصراحه ما عاش ديك ما ضحكوش حيت نقدر نعرف نتعقد ولا يا ربي بعد شي سؤال اخر. كاين هيثم مفتاح. هيثم مفتاح عنده واحد الكتابه ذكيه بزاف. هيثم واحد السيد لي صاحبي بزاف، خويا علاقتنا قويه بزاف، وديما تنقول لي تنحسدك على القضيه ديال لي ديتاي اللي كتقدر تجبدهم في العائله المغربيه، البانيوم قلوب الشربيل فوق عنده دي ديتاي واعرين. انا فان بالجهد ديالو، تيجيني ان عنده واحد ستيل اونيك ديالو بوحدو، كيعجبوني لي زانكاليفيابل. تتعجبني الجرأه ديالهم، فهمتي عندهم واحد الجرأه ديالهم بوحدهم، كيزعموا في شي حوايج بوحدهم. ايكو طبعا، كيف ما بزاف ديال الناس يسار باسو. وبصراحه لي زارتيست جداد كاين فيهم اللي سابقني، زعما ما نقدرش نعطيك رايي فيهم، الناس اللي تفرج فيهم انا في التلفازه وعجبني شنو كيديروا. اللي نقدر نقول لك هو ان الجيل اللي هذا الجديد هذا ديال دابا اللي قبل منا شويه عندهم مقترحات زوينه، كيف ما كاين في الانترنت سيمون صدراتي، انوار، سهيل، كاين بزاف ديال الدراري اللي كيحاولوا، وكل واحد تيخدم على طريقته. في الاخر كتقيس الناس اللي عندهم كيبارطاجيو معك نفس التفكير، لا اكثر ولا اقل. انا مؤخرا تفرجت في واحد البرنامج وكان واحد الفنان اللي هو فنان كبير، وهو يقول الدراري ديال الانترنت ما مكونينش وغير تيجي وتتلقى راسهم خاوي. وبصراحه ما عجبنيش بزاف التدخل ديالو، جاني انه كان قاسي على دوك الدراري، ولكن اللي خاصو يكون، انا نقول لك واحد الحاجه، الدراري ديال الانترنت دابا عندهم واحد الشهره وعندهم كيبغيوهم بزاف ديال الناس، وكاينين دوك الناس اللي هما كيف ما قلتي الرواد واللي قدم منا وقبل منا عندهم واحد الخبره. عوض ما نبقاو نقولوا لا حنا مشهورين عليكم، عوض ما الاخرين يقولوا لا حنا عندنا خبره عليكم، علاش هذوك الخبره ما يتجمعوش مع دوك اللي مشهورين وكل واحد يعلم الاخر وكل واحد يعطي الاخر. انا شخصيا بزاف ديال الناس تفرج فيهم وتعلمت فيهم وعندي واحد الاحترام كبير ليهم، بالنسبه لي واحد يعطي الاخر، وحنا محتاجين لهذوك الناس الرواد حيت هما المدرسه اللي قبل منا، هما مناش كنتعلموا وهما لمن محتاجين انهم يعطيونا يد المساعده باش حتى حنا نقدموا الافضل. ما تعجبنيش هذه الفكره هذه بزاف، حنا وهما وحنا، عوض ما نكونوا حنا كاملين حاجه واحده. من واحد الناحيه حيت الخدمه مع الاستاذ حسن الفد عرفتني على الجمهور الاكبر. كنت معروف شويه سوغ انترنت، ولكن تنتوقع ان نسبه كبيره وحياتي تبدلات بواحد الدرجه كبيره من بعد الخدمه مع الاستاذ حسن الفد. دونك عنده بزاف ديال الفضل، وماشي غير في من ناحيه ان الناس يعرفوني، مي حتى في الديفلوبمون في الخدمه، كيفاش نكتب كيفاش لعب سيغ سين. دونك ليه فضل كبير وتنقول ليه بهذه المناسبه شكرا بزاف. يمكن عندنا الحظ بزاف ان انا وعمر فلكي وزهير زائر اننا كنخدموا في واحد المجموعه، وعندنا سميت البرنامج سويعه في جوج، وفعلا معطيانا واحد الحريه
طبعا ما كنخدشوش الحياه ولا كنحاولوا نقيسوا الناس، ولكن معطيه انا ديك الفرصه ديال قولوا اللي بغيتوا ضحكوا. علاش التجربه جاتنا نوعا ما سهله؟ كانت صعيبه في الاول، لكن من بعد ادابتينا عليها. هو تنقولوا اللي بغينا، تنحسوا بحال جالسين مع الناس في قهوه، جالسين كنتعاودوا تنهضروا على الاكتواليتي، تنعطيو راينا في بزاف د المواضيع، الزواج، القرايه، طريق السياسة، مي بطريقتنا بالضحك. هي واحد السويعات نقدر كنفرفشوا فيها مع الناس، وتجربة زوينة بزاف، وكنتمنى إن شاء الله تطولوا. أنا الـ H1N1 كنت هضرت مع واحد طبيب، وعرفت باللي كاينة واحد الأساليب ديال الحماية، وقلت علاش لا ما نديرش واحد لا فيديو تقول للناس هانتوما غير ها كيفاش تحميو راسكم، راه كاينه واحد الطريقه الا درتوها راه ما غيكون غير الخير ان شاء الله. بحال كيفاش تعطس، كيفاش تغسل يديك، زعما شي حوايج بغيت ندوزهم بواحد الطريقه. وكان خالعني الفيديو بزاف، قلت ياك ما غادي ياخذ واحد المنحة اخر اللي غيفهموا الناس باللي كنسخر من المرض. ولكن الحمد لله تجاوبوا الناس بواحد الطريقه زوينه، وقال لك الميساج وصل. عوض ما تبقى تدخل الناس وبحال كتامرهم غسلوا يديكم، ما تعطسوش، ما بغيت نديرها بطريقتي، والحمد لله دازت. واللي مصاب كنتمنوا ليه الشفاء العاجل، وسمعنا بلي كاين حالات ماتت الله يرحمهم. ما كرهتش بصراحه، واللي كيوقع هو ان من وراء الدور ديال غلطه جاوني بزاف ديال العروض، مي غير كيعطيوك غلطه في الصفر تنقيوه شويه وتيقول لك غدير لنا واحد الشخصيه راه بحثنا فيها وكذا. ولكن انا بالنسبه لي شي ما تيمنعنيش، انا تنقول ان قريب بزاف ان شاء الله في انترنت باغي ندير ادوار اللي ما عمري ما درتها، باغي نجرب. نبغي كيعجبني مثلا الدور ديال الجوكر اللي في باتمان، تنبغي ندير شي حاجه بحال هكا. انا شخصيا قلت لي عمل فيه شي لقطه ما نديروش تربيتي هكا، ولكن لي طابو انا بالنسبه لي يقدروا يتناقشوا بواحد الطريقه زوينة ودوز للناس على أنها تبان. شتي أنا غنقول لكم هنايا في دارنا، إلا درنا مرأة وراجل ودرناهم دخلوا لواحد البيت وتسد الباب، الميساج وصل، عرفناهم شنو داروا بلا ما نحتاجوا ندخلوا معاهم حتى البيت. الطموح ديالي هو بعد مرات تنقولها وكتبان غير ضحك، تنقول باغي نبدل شي حاجة في هادشي. شنو هي ما عرفتش، عندي طموح كبير بزاف. أنا اللي باغي ملي تنقول غندير عرض غنديرو بواحد الطريقه، ملي غادي نخدم في واحد العمل غنديرو بواحد الطريقه. عندي واحد العالم ديالي بوحدو، وباغي ندخل ليه اكبر عدد ديال الناس يدخلوا للعالم ديالي ويعيشوا معايا ويفكروا معايا كيف ما تنفكر. هذا هو اكبر طموح عندي. زعما اي واحد تيدير لومور يقول لك سبيكتاكل، فيلم، سلسله، غنبغي ندير هادشي، مي او موان نبغي نديرهم بطريقتي. مشاريع مستقبليه، جوج فيرمات، جوج فيلات، 10 طوموبيلات، وكونت بانكير. هادشي الا خصتك شي دار مرحبا. غندير جوج لا ما كاينش فابور، فاش غندير الفلوس غنولي مغرور كنتوقع. الزواج لا ماشي مشروع، انا ما تعجبنيش كلمه ان الزواج مشروع. الزواج هو واحد الانسانه غادي تكمل واحد الانسان، داكشي ديال المشروع وقفص وكذا ما تعجبنيش ديك الهضره ديال لا واحد جوج غيكملوا بعضياتهم وغيعيشوا، ولا كانت شي وحده تقبل عليا الله يكثر خيرها. زعما انا صعب المعاشره. اوكي ان شاء الله ما تعرف نقدر المره الجايه نجي انا والمدام. كيفاش باغي تكون المدام دي؟ والله ما نقدرش نتصرف، تكون بنت صافي، بنت كتنفس كتهضر صافي. اما داكشي ديال راه شوفي ما كاينش شي واحد غادي يقول لك بغيتها بحال هكا وغياخذها بحال هكا، ضروري عندها واحد الجانب وضروري عندها واحد الجانب اخر غيحمقك. نهار غادي تفكر تقتلها وتذبحها غتعرف راسك كتبغيها صافي، هذا هو المهم. صافي كتصبروا على بعضياتكم، شايفه راسها مع واحد حمق، شايف راسه وحده ما حمقه وشي. مراتي تكون كوميديا بحالي، لا ما تكون حامضه، انا تنتوقع ان مراتي غتكون حامضه ما تكونش في النيفو ديالي زعما، نتمنى ولكن انا نخدم معها. شكرا على هذا
الانترفيو الزوين الخفيف الشيق وديك الهضره ديال داكشي. وشكرا للناس اللي كيتبعوني وعاد هادشي دوس يوتيوب دونك تابوناو حيت هادي اهم حاجه فهمتي زعما انا ماشي مهم بقدر ما مهم ان الناس يتابوناو وتطلع لاشين. شكرا بزاف على الاستضافه وكنبغي نقول للناس اللي كيتبعوني شكرا بزاف على الرسائل ديالكم وانا خدام وغادي وغادي وتنتمنى تكملوا معايا الطريق هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.